بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا أحبائي، موعدنا اليوم عن كيفية عمل ريندر هاي بريسيت لو بريسيت. عشان أعرف الفرق بين الصورة والصورة الأخرى، دبل كليك على منطقة يسار، هدخل على الهيستوري الخاص بالريندر، هختار منهم المقارنة بين A و B. نختار الصورة اللي أخذت معي 4 دقائق تكون A، واللي أخذت معي نفس الصورة تقريبا 22 دقيقة تكون B. فـ A و B، اللي على الشمال حيكون السريع واللي على اليمين حيكون البطيء. شو الفرق بينهم؟ حنعرف الآن، بس قبل حشوف الفرق بالصورة. لو قربنا أكثر على منطقة الدبدوب هون، أوكي؟ قربنا الفرق بينهم الاثنين، شو الفرق؟ ما في فرق؟ مش ماخذ بي، سوري. كليك بي، كليك إيه. الآن صار في فرق، بيفور أفتر. ممتاز. الآن شوف الفرق، هاي اللي هي اللو بريست، أعطاك هذا الإحساس. وهاي الهاي بريست، هاي أخذت 5 أضعاف هاي بالحسابات. نشوف مكان ثاني. نطلع منطقة الحلوية هون، نشوف ال 22 دقيقة والأربع دقائق، الفرق كيف شايفين الفرق؟ إذا الفرق شايفه مش مستاهل بدك تركز معي، وإذا مستاهل برضه بدك تركز معي، على الجهتين راح تركز معي عشان تعرف بالضبط أسرار هذا الموضوع. كيف أحصل بوقت سريع جدا؟ شو الأوبشنز داخل الفيري اللي تعطيني القدرة إني أحصل على صورة نظيفة مرتبة لكن بوقت أقل إن شاء الله؟ بداية فيرجن الماكس اللي عندي انا شغال عليه اللي هو اعتقد 23.2.2، وفيرجن الفي ري اللي انا شغال عليه من قائمه ريندرنج حختار من افتن اختصارها او من ريندر سيت اب، حتكون في ري 6 هوت فيكس 3. بدايه 1 2 3 4 5 قوائم عندي هون، فسرهم. القائمه الاولى كومن، من خلالها بحدد حجم الاوتبوت اللي بدي اياه، وكمان في عندي اوبشن ثاني اللي هو اني احدد صوره واحده او فيديو. قائمه في ري، فيري ما يتعلق في كواليتي الصورة، البيكسلز، كل هذول القوائم اللي هون عشان البيكسلز والتقاء الضوء مع البيكسلز. الجي اي ما يتعلق في حسابات الضوء والظل فقط. سيتنج ما يتعلق بالهاردوير، جهازك، اعدادات جهازك خاصة الرام. ريندر اليمنتس، اضافات من اجل البوست برودكشن بعدين. والآن مع الفيري القائمة ما يختص بالبيكسلز، في عنا أوبشنز كثير، لكن حركز على أهم الأوبشنز اللي حتفرق معك بالشغل. Global Switches باي ديفولت هي ديفولت بتكون عادة، لكن لو دخلنا على Advanced حنلاحظ إنه في عندي أوبشنز ثانيين كثير مهمين، لكن حركز على الأهم. فالأهم نوع علاج البيكسلز بالنسبة لللايت، في 3 أوبشنز: Full Light, Evaluation, Light Tree وAdaptive لايت. مرجعيتي فعليا في هذا الشيء اللي هي نفس موقع كيس جروب. شوف الكويشن مارك هون توديك على نفس الموقع مباشره، بتعطيك ديسكريبشن بيوضح لك الموضوع بشكل اسهل. ادابتيف لايتس، هاي الصوره تم اخذها على رندر ادابتيف لايتس، كم اخذت وقت؟ 39 دقيقه. اسحب سلايدر شوي على اليمين. اللايت تري ما في فرق، يا دوب شيء صعب تلاحظه بعينك، 48 دقيقه، 9 دقائق الفرق. ناخذ الفول لايت فالويشن، أخذ ساعة وتسع دقائق، ساعة وتسع دقائق. شوف الفرق قديش، الصورة يمين شمال ما في فرق، هذا من نفس موقع كيس جروب، معناته أفضل شيء حختار أدابتيف لايتس. لكن أدابتيف لايتس باي ديفولت هي 8. إيش معناها؟ معناها إنه كل بيكسل مسموح لعدد معين كحد أقصى لللايتس اللي حيأثروا فيه عشان تطلع النتيجة من ناحية لون وجلوسنس ومواصفات الفيزياء بشكل عام لحد 8 لايتس. أنا حطي 4. أنا الآن بدي أجهز اللو بريست وسيب لكم إياه بالنهاية. فهي المعلومة الأولى، والباقي مش مهم؟ لا مهم، لكن مش بقدر أهمية هذا الشيء. هذا الجلوبال سويتشز. ننتقل الآن للإيميج سامبلر لأنتي أليزنج. يوجد نوعين في التايب، باكت بروجريسيف. إيش الفرق بينهم؟ ما في أي فرق. الباكت عبارة عن جوب، البروجريسيف بيعطيك رندر كامل لكل الصورة بنفس اللحظة، في ببلش يوضح لك إياها شوي شوي. فأنا بعتبره البروجريسيف للناس الرايقة اللي حابة تشوف تأثير الرندر شوي شوي، بيعطيك الصورة النهائية. الباكت لناس عارفة بالضبط الإعدادات واشتغلت عليها بشكل سريع. فالفرق بينهم كسرعة ما في أي فرق، ما في أي فرق. باكت أو بروجريسيف بيعتمدوا اثنين على قيمة السامبلر. القيمة اللي هون هي بتحدد مين حياخذ وقت اكثر، اوكي؟ طب قبل ما انتقل للايمج سامبلر، في عندي المينيمم شيدنج ريت، هذا الرقم اللي هون كثير مهم، والديفولت ممتاز اللي حاطينه جماعه كايز جروب جدا ممتاز. ايش هو اصلا؟ هو عباره عن الفرق
وين يهتم الرندر، الانجن تبع الرندر يهتم اكثر في مين؟ يهتم في الجلوسنس، الريفليكشن، ما يتعلق في الماتيريال. اذا رفعت القيمه اكثر حيهتم اكثر في الماتيريال، اذا قللت القيمه اكثر حيركز على الموشن بلير، الفوكس، الديسبليسمنت. فهو عاملينه الديفولت. فاذا في عندي مشاكل في الماتيريال حرفع القيمه هي اكثر، اذا الماتيريال امورها تمام حنزله اكثر. فانا بدي اللو بريست حاختارها تكون 2، حتفرق معي بالسرعه. نعم حتفرق معك بالسرعه. هذا ما يتعلق بالايمج سامبلر انت عزيز. بالنسبه للباكت ايمج سامبلر في عندنا اقل قيمه 1، اكثر قيمه 24، ونسبه الحكم نويز ثريشولد 0.01. الرقم 24 كثير مرتفع من كيس جروب، فانا شخصيا ببلش ب4. ليش 4؟ حيعمل لي نويز لانه الحسابات غير كافيه. ما في مشكله عندي بالرندر اليمنتس دي نويزر، حبيب قلبي دي نويزر. اصلا هذا لازم يكون اسمه ذا هيرو، لانه فعلا بوفر وقت كثير كثير، خاصه بعد ما تم تصميمه وضافته للفيريا. فعادة 4 غير كافي، لكن نبلش ب4. لما نلاحظ انه في مشكلة معينة بنرفعه ل6، لسه في مشكلة بنرفعه ل8، لسه في مشكلة ممكن نوصل لحد 12، بعد هيك ما ترفع خلص. زيد الريت، زيده أكثر من 6، 12 ممكن تعطيه 32 إذا في مشاكل في الماتيريال بشكل عام. لكن مبدئيا حبلش ب4 لأنه بدي له بريست ما يتعلق في الإيميج سامبلر. طيب الآن لو رحت على بروجريسيف، ايش الاوبشنز اللي هون؟ في عندنا واحد اقل عدد من السامبلز حتنطلق لاكتشاف البكسلز، وفي عندنا 10,000 شعاع حيروحوا على البكسل كحد اقصى، لكن حيوصلهم ما اعتقدش حيوصلهم لانه نسبه الحكم حتسبقه، فحينهي الموضوع بنسبه الحكم لانه 1% هون 1%. فاذا راحوا اذا اجى 1% خطا حيقبل النتيجه ويعطيني الريزلت صح. طيب انا ممكن احط تايم، نعم ممكن احط وقت، انا محتاج 5 دقائق مثلا، انهين الرندر ب5 دقائق، حيتقيد في هذا الشيء. اذا اعطيته زيرو حيظل يرند لما تعطيه انت ستوب، او انه يوصل للنويز ثري شوت اللي نسبه الحكم، او يخلص الماكسيمم سب ديبس اللي هم عدد الاشياء اللي هم 100 كثير طبعا، لكن بعطيك نتيجه حلوه. بس لمين هذا البروجريسيف؟ للناس الرايقه، للناس الهاديه اللي حاب هيك يمزمز هيك ويتفرج على الريزلت شوي شوي شوي، اللي اعصابه بارده. انا شخصيا بعرف انه الكل بيشتغلوا رندر بيكونوا معصبين يعني بده يخلص، فانا بشتغل فعليا بالباكت بعطيه 4 وما عندي مشكله، لانه الباكت بيكون عارف، لانه خاصه لما ترندر في منطقه معينه خاصه الريجون، فبدك تكتشف قديش المشاكل اللي فيها، فيبين معك اذا 4 مناسب ولا لا. لكن بالنسبه للبروجريسيف حياخذ وقت كثير انا بالنسبه لي، لكن ممكن تكون لكم راي اخر. ايه في اوبشن ثاني كمان مهم هون؟ نعم، اللي هو الكار مابينج. الكار مابينج هو عبارة عن البين باليو المهم، بدل ما يكون واحد نعطيه بوينت 4. ليش بوينت 4؟ يكون أقل من النص عادة، لأنه نظام الحرق خاص بالأشعة القوية مع التقائها مع السامبلز أو البكسلز بتسبب احتراق، والاحتراق هذا معامله 1، فنخففه لبوينت 4 عشان يروح هذا الشيء. لحد تتأكد ادخل على كيس جروب من البلس اللي هون من الكويشن مارك، وشوف الانواع والفروقات اللي بينهم وتاثيرهم بشكل عام. طبعا النوع اللي تم اضافته في اخر فيرجن مش موجود، موجود هون راين هارت، فبيحكوا لك انه يفضل يكون 0.5 وتحت بالنسبه للبيان فاليو. بصراحه هاي المرجعيات رائعه جدا من كيس جروب، مشكور عليهم. الان ننتقل للجي اي. جي اي بتحتوي على Global Illumination، هذا هو الكور الخاص بالفيري. انت هيك طفيت الفيري كله على الجهاز، انت هيك شغلت الفيري كله على الجهاز، فهيك الاوبشن اللي هون كثير مهم. بروت فورس الانجن الاول، المحرك الاول في الحسابات بروت فورس، ولاحظ بروت فورس ما له اوبشنز، ما بيشاورك يعني بعطيك افضل ما يكون كريزلت، حساباته دقيقه جدا 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 وفي اكيورسي عالي جدا. الايردنس ماب جماعه تمشي حالك، وفي له اوبشنز بريسيتس. انا شخصيا بختار اللو بريسيت دائما وابدا، لو بريست بعطيني نتيجه ممتازه. طبعا هذا شرحه يطول، وانا ما بدي ادخل في فيزياء ورياضيات معكم، بس نصيحه اللي حاب يعمل ريزلت سريعه وما معه وقت يختار اللو بريست، اللي عنده وقت اموره تمام يختار البروت فورس بلا منازع. لكن اذا كان عندك عدد لايتس كثير كثير يفضل ما تختار البروت فورس، حياخذ وقت كثير لانه عدد لايت بيفرق معك. فنختار ايردنس ماب لو ذاتس ات، مش حندخل في اللايت كاش ولا الكاستكس. سيتنج، شو بيهمني بالسيتنج؟
بيهمني اكثر شيء بالسيستم. لو دخلنا على الادفانس حنلاحظ انه في عندنا اوبشن له علاقه بالديفولت جيومتري. الديفولت جيومتري في لها 3 اوبشنز، وهذول 3 اوبشنز لازم نفهمهم، نفهم الفرق بينهم. لكن قبل الدايناميك ميموري ليميتيشن لازم تكون زيرو. زيرو يعني انليمتد، يعني حيروح على الرام ويشوف قديش فيها فاضي، فما تحط رقم لانه مرات الرام تتغير حسب حركه الماوس، حسب تشغيل البرامج الاخرى، حسب ايش شغال عندك في الباك جراوند حيتغير، فدائما نسيبها زيرو. الديفولت جيومتري في لها نوعين، واذا مش فاهمهم سيبه اوتو، هو بيقرر البرنامج بيقرر، لكن بيعتمد على الرام. اذا عندك رام تكفي لحسابات الجيومتري في المشهد كامل خذ ستاتيك، اذا ما عندك رام كافيه خذ دايناميك. دايناميك بيقسم الداتا اللي عندك لقديش فاضي في الرام، في ببعثهم كمجموعات للعلاج في الرام. استاتيك باخذهم كلهم كمجموعه واحده بدون ما يستاذن حدا مباشره، لانك اخترت استاتيك. لكن اذا انت عندك رام لتسي مثلا 16 واكثر خذ استاتيك، اذا مشهدك ما في بلوكات ضخمه جدا، يعني مشهد عادي زي غرفه نوم هاي 16 كافي له. الدايناميك لما يكون عندك رام اقل 8 مثلا بيختلف الوضع، اكيد يختلف، لكن تقريبا 8 مناسب. طب انت عندك رام واقعه، رام يعني شطب 2 جيجا رام او 4 جيجا رام، شو تعمل؟ في لك حل، نعم، كونسيرف ميموري. كونسيرف ميموري بيعمل فيرتشوال ميموري على الجهاز عندك، بحيث انه يعطي ميموري اضافيه مكونه بشكل فيرتشوال وهمي، بحيث انه يمشي الموضوع، لكن صدقا حيكون بطيء، بطيء جدا، لانه هيك الرام عندك سيئه جدا. فانا شخصيا كان عندي 32 جيجا رام حختار ستاتيك على طول، لانه عارف انه هاي غرفه نوم ما فيها اكثر من المودلز المطلوبه. طب كيف اعرف قديش بده رندر؟ وقت رندر لما اعدي اعمل رندر نطلع تحت في الاسفل هون، في الاسفل هون بعطيك قديش الميموري يوزد. انا طالب مني لحد الان 7 جيجا رام، فانا عندي 32، فما عندي اي مشكله، فلازم نختار دائما وابدا ستاتيك، الا اذا حسيت انه كثير طالب زياده من عندك فبتعطيه بالحاله هاي دايناميك. لكن النصيحه ما تتركه اوتو يعني اوتو حيختار، حيقرر ايش حيناسب جهازك، فحتاخره اكثر. فانت اختصر عليه واعطيه ستاتيك اذا عندك رام كافيه، اعطيه دايناميك اذا عندك رام مش كافيه، اعطيه كونسيرف ميموري اذا عندك رام واقعه. واقعه طبعا هو عباره عن مصطلح اردني يعني رام مفجره، يعني رام الله يكون في عونك ويرجع عليك يا رب. رندر إليمنتس، رندر إليمنتس إضافات، الإضافات هاي إجباري لازم تأخذ الدينوزر. دينوزر أصلاً لازم ما يكون إضافي، لازم يكون إجباري، لازم يكون باي ديفولت مضاف. ليه؟ لأنه هو بيشيل النويز. هو في عندي نويز، نعم، لما دخلت على الفيري أعطيته الماكسيم صار ديفز 4، يعني 4 قليل، فالأربعة حيولد لي نويز بالنهاية، فالنويز علاجه الدينوزر. وكمان الـ AO عشان الواقعية بجيبها أكثر، الريفليكشن عشان أزيد الانعكاس في المشهد بعد ما يخلص، الريفراكشن عشان أزيد الانكسار بعد ما يخلص أو أقلله زي ما بدي، كرايبومات لابد منها، يعني ما بزبط إني أشتغل بدون كرايبومات عشان أعدل على إضاءة وألوان المودلز أو البلوكات بعد الرندر. السامبل ريت هي عبارة عن إني أشوف إنه العملية هاي اللي هي 1.4.01 وصلت لحدها، يعني عملت عملية ممتازة ولا سيء النتيجة، بكتشفه عن طريق السامبل ريت. السامبل ريت حيكون إن شاء الله له محاضرة خاصة بإذن الله، وبتمنى عليكم حتى بالكومنت بالأسفل وضحوا لي إذا أنتم محتاجين أتعمق أكثر في الموضوع. أنا حبيت أكون موضوع عجال عشان ما أطول عليكم أكثر، هذا ما يختص في الفيري بريست. الآن هذا الشيء بدي أحفظه كلو بريست، حروح على البريست هون وأعطيه سيف بريست وأعطيه لو، أو هيو عندي لو، حعمل له لو وأعمل له أوفر رايت سيف. ده هيك انا سيبت اللو بريست. باي لحظه بشغل الماكس بروح مباشره على لود، بطلب اللو مباشره، خلاص اللو بيشتغل معي بشكل مباشر. طيب الهاي بريست، الهاي بريست بدي ادخل على الام الجلوبال سويتشز وارجع هاي 8 بالنسبه للباكت حضرها نفسها، بس حاعطيه تقريبا الرقم اللي هون 8 على معظم الاوقات حيكون بيرفكت، على الأقل عندك حيكون هون 12 إذا مش أكثر، خاصة إنك حتركز على الماتيريال وبدك واقعية أكثر، مش حلغير شيء تاني. أوكي جي آي حتختار على الأكيد بروت فورس بدون أي منازع. بالسيتنج مش حنغير شيء هون، أنا مختار ستاتيك. أوكي المفروض نكون ستاتيك على طول، بس رندر ما فيش عليها، ما فيش عليها فرق، الموضوع بسيط جدا. الآن حعطيه سيف بريست وحعطيه هاي بريسيت دبل كليك.
بأي وقت الآن حيكون عندي قدرة إني أطلبهم، مرة أطلب اللو مرة أطلب الهاي عن طريق اللود. بتمنى عليكم في الكومنتس إذا محتاجين توضيح نقطة معينة أو أعمل محاضرة أو شيء معين، أنا تحت أمركم. إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.